انتظمت بمدينة جندوبة تظاهرة تحت شعار جندوبة تنتصر، جائحة كورونا دور المجتمع المدني والإعلام في إدارة الأزمة، ببادرة من فرع جندوبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاشتراك مع كل من ولاية جندوبة والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. فما منطق آخر في هذه الجائحة خلى تظهر عديد المبادرات في المساعدة، في شراء معدات، في شراء تجهيزات. هذا الكل جاء من عند المجتمع المدني دعما ومرافقة للمؤسسات العمومية. وهناك عدة دروس اللي يجب استخلاصها، أنه جندوبة وتونس بإمكانها القضاء والانتصار على كافة الجوائح وكافة الأوبئة بما فيها جائحة الفساد إذا بطبيعة الحال تتضافر كل الجهود. تظاهرة مثلت مناسبة لتكريم نشطاء المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين والإعلاميين والمؤسسات المنتصبة بالجهة وإبراز دورهم في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. نحن نشكر الهيئة الثلاثة على التكريم أول حاجة، إنها تفكرت المجتمع المدني بعد ما سوونا الناس الكل وإحنا كنا في الصفوف الأولى. صحيح مش مزية هذا وجبنا، إحنا كنا موجودين في الميدان كيف برشا ناس خدمت وخرجت في الوقت هذاك، ولكن اللمة هذه باهية برشا. علاش؟ حتى جندوبة تنتصر بالفعل، تنتصر بفعل أبنائها. وقت اللي الناس قاعدة في ديارها كانوا برشا إعلاميين ومجتمع مدني ومتطوعين وشباب كانوا في الميدان. خدمنا الفي تشيرتنا، منعنا بلادنا والحمد لله، معناها وهذا معناها فضل ماهوش للحماية المدنية كجمعية، لا لا، هذا فضل لكل من ساهم في هالشيء هذا. قمنا بتعقيم عدد من المؤسسات والمحلات الرسمية، قمنا بتوفير وجبات غذاء في الحجر الصحي وأيضا الإطار الطبي وشبه الطبي، وأيضا عندنا مشروع مستوصف في وادي منيز الآن بصدد صلاة تجهيز، وجملة من المشاريع المشتركة اللي نفذناها مع السلطات الجهوية في ولاية جندوبة. يوم تكريمي شمل كافة الأطراف المساهمة في الانتصار على جائحة كورونا بولاية جندوبة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني والإعلام والمتطوعين في كل المجالات، على أمل أن يتواصل العمل بين الجميع وخلق شراكة حقيقية لمكافحة عديد الجوائح الأخرى كالفقر والفساد وسوء الحوكمة وغيرهم كثير.